مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. خبر عاجل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7783 حالة. 7783 حالة. أضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخباري سلبي بلغ 197805 حالة، 197805. وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 5412، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 204. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا أخوتي، الحمد لله، هادشي كيف الراح وكيف الشر بالخير، يعني نهار مولا نهار، نهار مورا نهار، كنسمعوا بأنه الحالات ديال الإصابات كتقلص بشكل يومي، نهار حسن من نهار آخر. هادشي كيف الراح وكيف الشر بالخير طبعا، ولكن مازال خاصنا نلتزموا بالحجر الصحي، مازال خاصنا نلتزموا في المنازل ديالنا ونلتزموا بالتعليمات ديال السلطات ونبقاو في ديورنا. راه ما بقى قد ما فات، والخير راه جاي قدام إن شاء الله. وبعد المناسبة هذه كنبغيو نوجهوا واحد التحية كبيرة أخوتي الأطباء المغاربة، الأطباء المدنيين، الأطباء العسكريين، الممرضات والممرضين، هاد الجنود الخفاء اللي ما كينعسوش ليل ونهار، اللي ما كينعسوش ليل ونهار. كاين اللي يحسن عواله، كاين اللي ما كيشوف لعائلته، كاين اللي ما كيشوف لوليداته. الله يحسن كله، الله يحسن عوانهم. هاد الشيء كله أخوتي غير باش يحافظوا على سلامتنا وسلامة وصحة دوك الناس اللي مرض. إذا متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.